شوطنا مشاهدينا متابعينا الكرام الخامس الذي تعلن انطلاقته والمخصص لفئة الأبكار المحليات لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل فباب المشاركات مفتوح. نبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع المقدمة والصدارة وانطلاقة الشوط مع المسج الشيخ حميد بن عبد الله بن راشد النعيمي مع المضمر عبد الشكور بن محمد بن إبراهيم. ثاني المراكز تحضر بصمة لمطر بن سهيل اليبهوني الظاهري، وثالث المراكز غاد لسعيد بن راشد بن غدير الاشتبي. رابع المراكز تحضر مع هذا الشوط وتتقدم قمرية لحميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي. والمركز الخامس طواري لمطر بن سهيل اليبهوني الظاهري. هناك ايضا تواجد الشاينية لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. والمركز السابع مع الرخامية لسعيد او لسالم بن راشد بن غدير الاشتبي. المركز الثامن تحضر الشاهنية لمانع بن علي بن محمد الحماد الشامسي. نقلتنا إلى المركز التاسع مع انطلاقة لفحة لعيسى بن خلفان بشاوي الاقفلي. والمركز هناك الوصول والتدخل من مغثه لعيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي. ما شاء الله الحاضر ضمن هذا الانطلاق وضمن هذه التحديات. هذه إذا مشاهدينا متابعينا الكرام نتيجتنا للمراكز الأولى المتقدمة. هذا هو انطلاقنا مع هذا الشوط، وهذا هو نداؤنا الأول الذي تجولنا من خلاله خلف هذه الشعارات وخلف هذه الأسماء الرائعة. العودة إذا مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الأول وصدارة الشوط. العودة مع المركز الأول وقيادة الشوط وبدايته. ولا زال هذا الشعار الذي يسيطر على المركز الأول، شعار الشيخ حميد بن عبد الله بن راشد النعيمي مع المسج. إذا على قيادة هذا التحدي وقيادة هذا الانطلاق. ما شاء الله، يا السلام يا السلام يا السلام يا المسج بقيادة المضمر عبد الشكور بن محمد بن إبراهيم. المركز الثاني وتابع لفحة لعيسى بن خلفان بشاوي الاغفلي. والمركز الثالث تحضر غادة لسعيد بن راشد بن غدير الاكتبي. والمركز الرابع مع انطلاقة طواري لمطر بن سهيل اليبهوني الظاهري. ما شاء الله، نقلتنا إلى المركز الخامس المراكز والتدخل والحضور من قبل انطلاقة الواعية لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. مرحبا يا المدهش، يتدخل أبو عامر لينطلق مع شعاره المميز والمثير في انطلاقات دائما ممتازة ورائعة. ننتقل إلى المركز السادس المراكز، بصمة لمطر بن سهيل اليبهوني الظاهري. سابع المراكز وصل أبو سعيد عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي مع مغثة. كذلك تدخل من الشاهينية لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي.
والمركز التاسع مع انطلاقة الشاهنية لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. هكذا إذا مشاهدينا متابعينا الكرام كانت النتيجة والمراكز الأولى المتقدمة، وبعد ما ذعنا العشرة المراكز الأولى وثمانية من المراكز، ثمانية من الأبكار المحليات الأصايل بموقع واحد، بموقع واحد. لفحة إذا هنا مع الصدارة، ولفحة مع قيادة الشوط، وبداية في هذا الاندفاع الرائع وهذا الانطفاع المميز بالمركز الأول. لفحة على الصدارة لعيسى بن خلفان بالشاوي الأقفلي، ما شاء الله وتبارك الله، سيطر على قيادة الشوط سالم بن عامر بن راشد المدهوشي على ثاني المراكز في محاولات قوية. المركز الثالث، المركز الثالث، الله، وصلت مغثة، وصل شعار بوسعيد، وصلت مغثة، وصل شعار الخيالي. هنا مغثة القادمة لعيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي، تتسلل إلى المركز الأول وتتسلل إلى صدارة الشوط وقيادة البداية. روح روح يا ابو سعيد. المركز الثالث، وتابع الشاهنية لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. والمركز الرابع ايضا وصول من شعار مانع بن علي بن حماد الشامسي، منطلقا مع هذا الاندفاع الرائع، ولا زالت مغثة على المركز الأول. لفحة من الجانب الآخر، لفحة من الجانب الآخر مع شعار ممثل اللبس الدايم، مع شعار الغنايم، شعار بشاوي إذا هناك، وابن حماد قادم، ولكن لفحة، ولكن لفحة. الله، باي 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 باي، تنطلق لفحة مع الفوز والناموس، مع الفوز والناموس. والمركز الأول، سلامي عليك يا بشاوي، تهانينا تهانينا والناموس لعيسى بن خلفان بشاوي القطلي على فوز وانتصار لفحة بالمركز الأول وتقديمها هذا العرض الرائع في صدارة الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني عيسى بن سعيد الخيري، المركز الثالث مانع بن حماد، الرابع مانع بن حماد الشامسي، الخامس لمطر بن سهيل يبوني الظاهري. تهانينا والناموس.